هذا شكل السياد اول سكروا هيك نجمه جيب يلا ابو وسيم صح صح كرمال الملك جيبين انت اسمع ايش عم نحكي جيبين احدهم لون احمر هاي خلعه ايش خلعه خلعه ايه قصه هيك ثوب ابو وسيم يلا رجعت خلعه بيده اليمنى خلعه خضراء لازم ايه خضراء شايف التوا تعليمه يعني مشان هي من مزار او من كمان هاي وحده شايف هاي خلعه نظفها دوا خلص ليلة البارحة أحضر إلينا إلى مقر الطباب الشرعية 13 جثة من جبهة الحندرات وقيل أنها لجنود إيرانيين هذه الجثث كانت في الجبهة قد سقطت نتيجة الاشتباك مع الثوار وكون كانت الجبهة حامية لم يستطع الثوار إحضار هذه الجثث إلى مقر الطباب الشرعية فقاموا بدفنها مؤقتا وعندما بردت الجبهة وأصبح من الممكن إحضار هذه الجثث قام الدفاع المدني بالتعاون مع الثوار بإحضار هذه الجثث إلى مقر الطباب الشرعية نحن الآن في مقر الطباب الشرعية قمنا بفحص هذه الجثث وتوثيق وتسجيل الميزات الفنية الفردية الخاصة لكل جثة وسجلنا ما بحوزتها من وثائق تثبت هويتها معظم الجثث التي وردت والتي تم الكشف عليها حتى الآن هي جثث إيرانية نتيجة ما وجدناه في جيوبها ونتيجة البطاقات المعدنية التي كانت معها نحن في الطباب الشرعية نتعامل في قيادية مطلقة وتامة مثلنا مثل الأطباء والمشافي والمؤسسات الإنسانية هذه الجثث لها حرمتها فلذلك نقوم نحن في الطباب الشرعية بتوثيق هذه الجثث ثم دفنها إن دين الإسلام هو دين الرحمة لا ينظر إلى هذه الجثث بأنها تابعة أو تعود لشخص يهودي أو نصراني أو مجوسي أو سواه هذه الجثة لها حرمتها فلذلك وكما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جثة ليهودي وقف لها ونحن في الطباب الشرعية نتعامل بحيادية مطلقة مع هذه الجثث الآن نقوم بتنظيف هذه الجثث من الأتربة العالقة بها ونغير لها الحافظة التي كانت بها ثم نحتفظ بها بعض الوقت وبعد ذلك نقوم بنقلها ودفنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية أبو هاجر في الطباب الشرعية عملي عملي هو في التشريح توثيق أي شغلة علامة تدل على تعرف على الجثة التي أتت إلينا يا علي يا شيخ أنا وحدة يا علي هاي بدها خسل كان عتمح شوي مازن كان هاي لزت يا علي هاي إيراني سحب إيدك شوي عتمح هاي أشوي ترى في كتابة على صدره طلع لي كتابة في كتابة على صدره إيه صليب صليب ايوه هات اعطيني قشطو ايش اسمه معقن طور يا بكري وين قشطو معقن ابو جعفر بس قول له شلون يساوي وقت قول له ليش في صليب وما صليب دقيقه شوي دقيقه شوي يلا اسمع